السلام عليكم. بشارة يا عباد الله لمن مات له ثلاثة من الولد، وإذا قال الولد فيقصد به الذكر والأنثى على السواء. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. من فوائد هذا الحديث أن فيه من ألفاظ العموم ما، والألف واللام في الناس تفيد الاستغراق، ويقصد به مسلمهم. وفيه العدد ثلاثة من الولد، مقصود به سواء كان ثلاثة إناث أو ثلاثة ذكور أو ذكر وأنثيين أو أنثتان وذكر. لم يبلغ الحنث أي لم يبلغ التكليف. وفيه أن يحتسبهم عند الله وأن لا يتسخط، إلا أداة استثناء متصل أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وفيها سعة رحمة الله عز وجل، وفيها فضل الله الواسع. اللهم اجعلنا من المحتسبين. صلى الله عليه وسلم.